بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخوات. غنقدم معكم هاد الرشيمة هادي، نخدموها مجموع إن شاء الله. كطلع زوينة بزاف على البنات وخفيفة، والشكل ديالها في الأخير والله لك يطلع رائع جدا. المهم الرشمة ديالنا هي على هاد الشكل كما كتشوفوها. غنخدموها فقط بالعقيق المهرس. أول حاجة غادي نديرو هي أننا غادي نتبعو هاد الخط هذا اللي كتشوفوه داير، يعني هاد الدور هذا تاع داك الخط غادي نتبعوها كامله حتى كنساليوها بالعقيق المهرس. غادي نخدموها على هذا الشكل هذا هكا. المهم كما كتشوفوا كنخدموا بهذه الطريقه هذه، كنضربوا جوج عقيقات هكا وكنعاودوا نطلعوا الابره ما بين هذوك الجوج، وكنعاودوا نديروا جوج اخرين عاوتاني وكنضربوا تقريبا قدام هذيك شي شويه، يعني مسافه ديال العقيقه. صافي البنات، غنبقى غادب هكا يا بهذه الطريقه هذه، وغنبقى تبعها هذاك الخط كما قلت لكم حتى ندور عليه كامل. عاد من بعد غادي ندوز لهاد الوريقات هادو ها اللي كتشوفوا. كما قلت لكم رشمه بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت في الاخر كتعطي واحد الشكل رائع جدا. تقدروا ديروا هكا يا في جليلبات، يعني وحده مقابله مع وحده، جهه مقابله مع جهه، راه كتطلع فنه فنه كتطلع مباشره. المهم هانتوما البنات كما كتشوفوا كنمشيو بهذه الطريقه هذه، كنطلعوا الابره ديالنا، كنديروا العقيق ديالنا جوج. من الاحسن هنايا سيروه بجوج، يعني ما تمشيوش بثلاثه ولا اكثر، سيروه غير بجوج كتطلع زوينه. وغادي نكمل هكا كما كتشوفوا، كنطلع الابره ما بين جوج عقيقات وكنضرب مسافه يعني ديال العقيقه القدام. غادي يبقى غادا هنايا هكا على هاد الطريقه هادي. المهم انا غدا وانا تابعه الدوره ديالي هكا على هاد الشكل، وانا غدا. المهم البنات انا بالنسبه للخيط انا دايره على جوج لحقاش، يعني ماشي كنخدمش يعني شي بياسه ولا هذا، فقط غير دايره رشيمه هكا فوق واحد التويب وكان سميتو. الا كنتو غتخدموا مباشره يعني ديروا الخيط ديالكم يكون على أربعة، او لا لك الخيط المزيان خلاص راكم كديروه غير على واحد او على جوج. المهم غنبقى نكمل الدوره ديالي هكا البنات. هنايا راني هنا البنات هنا بالضبط راني تلفت ونسيت وضربت في الظهر ديال العقيقه، يعني ضربت في الفوق ديالها، ما بقيتش غاده تلف ليا هذا، اش غنقول لكم تلفات لي الدوره، فهمتي؟ غير تلفت يعني تلفت، يعني تبقيت غاده غاده غاده، عاد انتبهت لهداك ديك الجوج عقيقات اللي درت تما، عاد انتبهت لهم بلا راني زاقلتهم، يعني خاصني نمشي بنفس الخدمه اللي غاده بها من الاول، ماشي ندير وحده لتحت وحده الفوق كما شفتوا. ولكن في الاخير راني غادي نصلحها، يعني غادي نحاول نصلحها واخا ما فتقتش، يعني ما بغيتش عاد نفتقي لانني حتى خدمت شحال عاد هذا. صافي قلت معليش غادي نقولها في الفيديو هكا يا باش تنتبهوا حتى نتوما وما تديروش نفس الخطا. صافي كتبقاو غاديين هكا البنات الدوره كما قلت لكم، كتمشيو بنفس الطريقه، يعني سواء بديتو هكا ياك من الفوق سواء بديتو، المهم كتمشيو على نفس هذا اللي بديتو به الخدمه هو اللي كتكملوا عليه الخدمه ديالكم. وغادي نصلحها في الاخير، غادي نحاول، المهم غير غادي نحاول نقادها وصافي. المهم راني ما فتقت شيء، صافي صافي غادي نكمل هكا يا كما قلت لكم، غادي نكمل الدوره ديالي كما كتشوفوا. وغادي نبقى غادا على هذا الشكل هكايا. كما كتشوفوا رشمه خفيفه، ولكن في الاخر والله كتطلع زوينه. انا بعدا صراحه انا شخصيا عجبتني بزاف، وقلت ان شاء الله نديرها في شي هكا يا جليبه ولا هذا من بعد ان شاء الله. وهكا غادي نكمل هكا كيما شفتوا. انا فقط درت لكم هي جزء منها. دابا هنا البنات من بعد ما كنكملوا هذيك الدوره غادي نعمروا الوريقات هكايا. هاك الوريقات انا هنايا غادا بثلاثه، يعني بثلاثه ديال الحبات ديال العقيق. كنبداو بالرويس هو الاول وحنايا هابطين، وفاش كنجيو كنضربوا الخيط يعني كنضربوه بحال دابا هكا، غادي نطلع الابره في يعني من تحت هذيك الحبه ديال العقيق، يعني من تحتها مباشره، يعني في دوك الجوج التاليين كنطلع الابره. صافي وكنبقى غادا بثلاثه هكايا. الا كنتو مثلا دايرين الوريقات كبارين تقدروا انكم تبقاو ديروهم ديروا باربعه،
اولا صغار تمشيو غير بجوج، المهم داكشي على حسب المسافه ديال الوريقات اللي نتوما خدمتوهم اللي نتوما رسمتوهم. وانما هكا جاوا زوينين، هكا جاوا حلوين، يعني ما صغارين ما كبارين، جاوا هما هادوك صافي. وكتكملوا هكايا بهاد الطريقه هادي صافي، وغنبقاو غاديين كما قلت لكم غير بثلاثه صافي. وها هي الوريقه ديالنا كملات. غادي نمشي عاوتاني لهادي بنفس الطريقه، غادي نبقى غادا عاوتاني بثلاثه، كنهبط تقريبا كما قلت لكم حبه وحده، وكنطلع الابره صافي، وكندير عاوتاني ثلاثه اخرين، وكنبقى غادا وانا هابطه هكا على هاد الشكل. وغادي نعاود نهبط هكا ونطلع الابره عاوتاني، وغادي ندير ثلاثه اخرين صافي. وغادي نبقى غادا مكمله الوريقات ديالي حتى كنوصل للاخير، يعني حتى كنوصل لتحت، وعاوتاني كندير الجهه الاخرى المقابله ليها حتى هي، يعني بنفس الطريقه كنبقى غادا. هاد الرشيمه هادي تجي حتى قفطان خفيف، لانها رشمه خفيفه ماشي يعني شي حاجه اللي عامره، شي حاجه خفيفه، شي مهم قفطان هكا غير ديال شي وقفه خفيفه. هاد الرشيمه هادي غادي تطلع فيه زوينه بزاف. وغادي نكمل هكا، المهم حتى نسالي هاد الوريقه هادي. المهم زدت خدمت معكم هاد الثانيه هادي، وغادي نكمل هكايا. المهم حتى نوصل للاخير ديال هاد الوريقه هادي صافي. كنبقى غادا هكا كما شفتوا ساهله في الخدمه، اصلا هي في الخدمه سهله. وكما كتعرفوا دابا ولا العقيق المهرس هو اللي دارج بزاف، يعني هو اللي ولا كلشي كينبت به، كلشي يعني كتلقاو الرشمه تبارك الله تاقد حتى شكون تلقاوها طالعه غير بالعقيق المهرس، يعني دابا هو اللي ولا اصلا. فتا هادي زوينه انكم الا درتوها راه غادي تطلع لكم ان شاء الله، تطلع لكم رائعه كما قلت لكم. جلي هكا ولا قفطان قبال قفطان هكا خفيف وصافي البنات. المهم هذا هو الشكل، المهم فاش كنساليوها الوريقات ديالنا. ومهم هذاك المهم هكا، المهم الشكل ديالها في الاخر كتيجي. تقدروا تزيدوا لها داك لسان الطير في الوسط هكايا، زيدوا لها كتجي زوينه بزاف كما قلت لكم. نتمنى ان شاء الله الرشيمه تكون عجبتكم وتبقوا على شله. شكرا لكم على حسن التتبع، ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخليو لنا لايك، وكذلك تشاركوا في القناه لكنتم زوار جدد. شكرا لكم البنات، وبسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.